هاي، أهلا وسهلا فيكم. إذا أول مرة بتشوفوني، معكم نسرين، أخصائية بنظام العلاج الكيتوني، تساعد الناس تعيشوا حياة صحية من خلال الكيتو، خصوصا لمرضى مقاومة الأنسولين ومشاكل الأيض. إذا تعبتوا من الرجيمات اللي ما عم تنفع أو من الشعور الدايم بالجوع والتعب، خليني أعرفكم على الكيتو. رجيم مش بس لخسارة الوزن، إنما لتحسين صحتكم بشكل عام. إذا بتحبوا تعرفوا أكثر عن الكيتو وأكل اللو كارب، تأكدوا تعملوا سبسكرايب. نظام الكيتو صار كتير معروف بهالأيام، فعلاً بيستاهل كل الاهتمام. الكيتو مش بس دايت لخسارة الوزن، هو أسلوب حياة بيساعد كتير من الناس، خصوصاً اللي عندهم مشاكل بالأيض أو مقاومة الأنسولين. هذا منه نظام بيخليك جوعان أو محروم، بالعكس الكيتو بيدخل جسمك بحالة اسمها كيتوزيس، يعني بيحرق جسمك دهون كمصدر للطاقة بدل السكر. فوائده كتيرة، من خسارة الدهون لطاقة أكتر، وضوح فكرة، تقليل التهابات، تحسين حساسية الأنسولين وتوازن السكر بالدم. وأحلى شيء، ما رح تحس حالك محروم أبداً. بفيديو اليوم رح بلش معكم خطوة خطوة كيف بتقدر تبلش كيتو كطريقة حياة. خلونا نبلش سوا. الخطوة الأولى، شو هو الكيتو؟ الكيتو هو اختصار لكلمة كيتوجينيك، بيعني أسلوب غذائي بتغير مصدر الطاقة الأساسي بالجسم من الجلوكوز يلي هو السكر اللي بيجي من الكربوهيدرات لدهون. لما تكون بحالة كيتوزيس، جسمك ببلش يحول الدهون المخزنة لكيتونات وبيستخدمها كمصدر طاقة. هالشي بيساعدك تحرق الدهون الزايدة وبيخلي عندك طاقة ثابتة طول النهار، عكس الأنظمة الغذائية التقليدية اللي بتعتمد على الكارب وبتسبب تقلبات بمستوى السكر بالدم. الكيتو بيساعدك تحافظ على طاقة مستمرة وما بتحس حالك جوعان أو دايخ. إذا كنت عم تعاني من إنه بتشتهي الكارب والسكر باستمرار، الكيتو ممكن يكون الحل المثالي للتخلص من هالدوامة. لحتى تفهم أكثر كيف بيقدر الجسم يتأقلم ويحرق الدهون بسهولة، فيك تشوف الفيديو عن المرونة الأيضية، رح خلي لينك بصندوق الوصف، حضروا رجعت أكمل هيدا الفيديو. الخطوة الثانية، معرفة الماكروز، النسب الغذائية. أول شيء لازم تفهمه هو الماكروز، يعني النسب بين الكارب، البروتين والدهون بأكلك. بنظام الكيتو الهدف لازم يكون 70-80% من السعرات الحرارية تجي من الدهون، 20-25% من البروتين، و 5-10% بس من الكارب. لتسهيل متابعة الماكروز، فيك تنزل تطبيق على تليفونك مثل الكارب مانجر وغيرها. هدول التطبيقات بيساعدوك تعرف محتوى الأكل من كل نوع من الماكروز، وبيسهل عليك تتبعها يومياً. فيك تستخدم الباركود مباشرة تتعرف تفاصيل الأكل، وبتشوف أيها الأطعمة الغنية بالدهون، البروتين أو الكارب. تساعدك أكثر، رح أترك لك رابط بصندوق الوصف لدليل التسوق لحمية الكيتو، هيك أكيد تستفيد منه. الخطوة الثالثة، حساب صافي الكارب. معظم الكوتشز بيقولوا لازم تحسب صافي الكارب من إجمالي الكارب. صافي الكارب هو إجمالي الكارب ناقص الألياف، لأنه الألياف ما بتأثر على مستوى السكر بالدم. بس أنا برأيي خلي الموضوع بسيط وركز على إجمالي الكارب. حاول تخلي إجمالي الكارب تحت 30 جرام يومياً، خصوصاً بالبداية. فيك تشوف هيدا الرقم على الملصقات الغذائية للأطعمة اللي بتشتريها، هيك بتلاحظ محتوى الكارب بكل منتج. ما تنسى أنه الكيتو منه بس حساب الكارب، بس هو كمان عن أهمية اختيار الأطعمة الغنية بالدهون الصحية والبروتينات. الخطوة الرابعة، اختيار الدهون الصحية. بما أنه معظم السعرات بنظام الكيتو بتجي من الدهون، من المهم تختار الدهون الصحية. بشكل عام الدهون الطبيعية هي الأفضل، مثل الأفوكا، زيت الزيتون، زيت جوز الهند، المكسرات، الأسماك الدهنية مثل السالمون وغيرها. تجنب الدهون المتحولة والزيوت النباتية المعالجة مثل زيت كانولا، زيت عباد الشمس، زيت الصويا، لأنه منا صحية. تتعرف أكثر على الفرق بين الدهون الصحية والدهون السيئة، فيك تطلع على البلوك تبعولي أو مدونتي، رح أترك الرابط بالوصف.
الخطوة الخامسة، ما تخاف من الدهون. الدهون ما رح تخليك تسمن، بالعكس هي بتساعدك تحرق الدهون الزايدة. رغم السنين يلي كانوا ينصحونا فيها بتقليل الدهون بالأكل، إلا أنه السمنة وأمراض القلب زادت. خليني أوضح الفرق بين تناول الدهون مع الكربوهيدرات وتناولها لوحدها بالكيتو. لما تاكل دهون مع كربوهيدرات، جسمك بيحرق الكارب بالأول كمصدر طاقة وبيخزن الدهون بدل ما يحرقها. بس لما تقلل الكارب وتزيد الدهون، الجسم بيحرق الدهون كمصدر أساسي للطاقة. فبنظام الكيتو، لما تقلل الكارب وتزيد الدهون، جسمك بيدخل بحالة الكيتوزس يلي حكينا عنها، وبيبلش يحرق الدهون بدل السكر والكارب. هذا الشيء بيساعدك تحرق الدهون بشكل أكبر وبتحس بطاقة أعلى. الخطوة السادسة، حافظ على توازن إلكترولايت وتأكد من المعادن. الإلكترولايت مثل الصوديوم، بوتاسيوم، الكالسيوم، المغنيسيوم كتير أساسيين لجسمك، خاصة بالكيتو. لما تقلل الكربوهيدرات، جسمك بيخسر كمية كبيرة من الماء، بالتالي بتفقد الإلكترولايت، وهذا ممكن يسبب أعراض مثل صداع، تقلصات بالعضلات وغيرها يلي بنسميها كيتو فلو، أحكي عنها فيديوهات تانية. تتجنب هالأعراض، من المهم أنه تعود هالمعادن. فيك تزيد ملح البحر على أكلك، فيك تستخدم ملح الهيمالايا، وكمان فيك حتى تشرب مرقة العظم بانتظام، وممكن كمان تستخدم مكملات بوتاسيوم ومغنيسيوم إذا حسيت أنه بحاجة. الأطعمة الكيتونية كمان مثل أفوكال، خضار ورقية، المكسرات، هي كمان مصادر غنية بالإلكترولايت. وهلأ وصلنا لآخر خطوة، الخطوة السابعة يلي هي دخول حالة الكيتوزس. عادة رح تحتاج من 3 ل 5 أيام من الالتزام تتفوت بحالة الكيتوزس، فحافظ على الاستمرارية، تابع كل شيء لمدة أسبوع على الأقل تتأكد أنه عم تحقق نسبة الماكروز المطلوبة مثل ما حكينا، وما تقلق من السعرات حالياً، ركز على أنه تخلي الكارب واطئ والدهون عالية. بالأول طبيعي تحس برغبة اتجاه السكر والكارب لأنه عم يصير في عندي أعراض انسحابية. لما يصير هالشي، فيك تختار وجبة خفيفة كيتو غنية بالدهون. في عندي وصفات مثل فات بومب، وصفات كتير تانية على الشانل تبعولي فيكم تشوفوها، أو فيك تجرب شي بسيط مثل زيتون، المكسرات، الأفوكا أو غيرها. وهلأ صار وقت البونس، نصيحة إضافية، صيام متقطع. صيام متقطع بناسب الكيتو كتير. الطريقة المشهورة هي إنه ناكل ضمن نافذة زمنية 8 ساعات ونصوم خلال 16 ساعة الباقيين. بس مش ضروري تكون صارم، تسمع لجسمك. إذا ما حسيت جوعان ما بتاكل، وإذا حسيت جوعان بالعكس تستمتع بوجبة كيتو. خليني أقول شغلة كتير مهمة، إذا كنت جديد على الصيام أو عندك ظروف صحية، بلش بنمط تدريجي مثل صيام 12 ساعة بكفة، بعدين بتزيد المدة تدريجياً حسب راحة جسمك. تتعرف أكثر على الصيام المتقطع فيك تحضر الفيديو، رح حط كمان الرابط بالوصف. وهيدا كان ملخص لسبع خطوات تتبلش بنظام الكيتو بنجاح. إذا كنت بتعاني من حالة صحية خاصة أو اضطرابات بالأيض أو مقاومة أنسولين، كتير مهم تتشاور مع حكيمك قبل ما تبلش بأي نظام غذائي جديد. الكيتو بحاجة أوقات لتعديلات خاصة حسب حالتك الصحية. وإذا حابب دعم شخصي أو برنامج كيتو مصمم خصيصاً لاحتياجاتك، ما تتردد أنه تتواصل معي. إذا عندكم أي أسئلة اتركوا لي إياها بالكومنت أو بعتوا لي رسالة على الخاص، أنا جاهزة ساعدكم. وما تنسوا تعملوا لايك وسبسكرايب وشاركوا الفيديو مع حدا ممكن يستفيد. شكراً للمتابعة وبشوفكم الفيديو الجاي. باي.